صباح الخير البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الصباح ان شاء الله غادي نديروا اراخسيس. ماما اللي غادي ديروا وانا غير غادي نصور لكم، ما تمشيو فين، خليكم معايا. انتما البنات، هيا دابا درت جوج كيسان ديال الفورص ودرت نص كيلو ديال السميده. ماما السميده رقيقه ولا غليظه ولا غير العاديه ديال الحرشه؟ سميده الحرشه. هذا اراخسيس، هذا اراخسيس. غادي له واحد شويه ديال الملحه، خميره بلاش؟ لا ها؟ لا بلاش؟ بلاش خميره. صافي البنات، هادشي اللي كدير فيه، كدير فيه جوج كيسان ديال الفرص، الحرش الحرش رطبه. ماما كيف كيف كي الحرش كرطب؟ كي الحرش كرطب، غير باش تجمع السميده. جوج كيسان ديال الفورس يا الحرش يرطب باش تجمع السميده، ونص كيلو ديال 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 السميده ديال الحرشه وشويه ديال الملحه. صافي دابا ان شاء الله غادي نعجنوها في الماكينه في الروبو، ونعاد نرجع عندكم ان شاء الله فاش تكون كتصاوب. هانتوما البنات، ها هو كي كتكون العجينه ديالو مرخوفه بزاف، غايبه لكم هنايا في المول ديال العجانة. دابا كتقرصي باش يطلق؟ دابا باش يطلق، اسمع هو راه مطلوق، هي ضروري باش يطلق. كتقلو شويه ديال الزيت باش يتجمع لها، لحقاش مرخي بزاف، هيلصق لكم في اليد، ضروري خصكم الزيت. لحقاش هذا كيقولوا له ماشي ملون، هذا أراخسيس كيدار بالسميده، ولكن باش تجمع لك السميده راه خصك ديري شويه ديال الطحين. جوج كيسان ديال الفرص، جوج كيسان ديال الفرص، نص كيلو ديال السميده. صافي البنات، دابا هادو اربعه ديال الملويات، غير انا وماما بنت خالتي. صافي يعني ما كاينش بزاف، ماما الناس ما كتاكلش بزاف، هذا ما كان المهم. ها هو، هذا هو أراخسيس. ها انتم البنات، ها هي دابا كتورقوا، شتي واخا تشوفوا الكميه صغيره غير 4 ديال 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 أراخسيس، ولكن راه كتكون كبيره. أراخسيس كتكون كبيره ما كتكونش صغيره، يعني راه اون بليس فوق هادشي هذا تيقهم، تيقهم بزاف. حتى انا ان شاء الله غادي نعاود نديرو، نبقى نتفرج في هاد الفيديو مزيان حتى نفهم لهم نساسو من راسو ونعاود نديرو المره الجايه ان شاء الله انا بوحديتي. كتخليها تطلق، فاش غتخليها تطلق شنو غديري لها؟ تنقعدها تقعد تضرب لي كيسة، تضرب لي كيسة. هو المهم البنات، دابا غنخليكم حتى تكون ان شاء الله كطيبة ونعاود نرجع عندكم. ها انتم البنات، هاهي قعداتو هاديك باقا مكسلة، هادي قعداتو. هانتا مخرجت جاري قبيلات، ولكن حيت السميدة هو شرب. هاي دابا دير هاديك اللي قعدات اللولة، هاي دابا طرقاتها،
ماما العافية تكون مهينة؟ العافية تكون مهينة. شوفوا تبارك الله داك يتنفخ. ثاني كتقرص الاخرى كتقرصي دابا الثانيه هادي ثانيه. شوفوا تبارك الله هادي كتنفخات. الطريقه ديال 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 التقراص وداكشي بحال ديال الملوي. ان شاء الله غادي ناكل حتى خرجنا من البنين. قشرتي قهم شوفي قداش تبارك الله راه كبيره. نخليكم البنات دابا حتى يطيب ان شاء الله كله ونعاود نرجع عندكم. انتما البنات ها هو ارخصس كي كيجي بسم الله. شوفوا تبارك الله شي واخا سميده ما جاش كاع مدقص. ايوا صافي انا ما قديتش نصبر نخليهم حتى يكملوا الحطان ديال الطبله دغيا. قلت لهم نصور اختي باش ناكرا فيه المود ديال الجوع. انتما شتيو كيجي دابا. ايوا المهم خليت لكم الراحه وبالصحه والراحه. تهلاو في راسكم شوفو ماما قالت كتب لكم بلي راه مورقه حبيبتي مورقه واخا ديال السميده. يلا خليت لكم الراحه. السلام عليكم.